كاين لا تراجع ولا نقص. جميع اللحظات اللي عشناها في البلاد اللي وقع فيه الاعتداء على الحريات الفرديه والجماعيه، الحزب كان عنده موقف. ما يتعلق بالاخت مناضله خديجه الرويسي، ربما واجب التحفظ باعتبارها انها تخبرت بان ستكون سفيره للمملكه. احنا طلبنا منها لان في هذا المنصب ستكون سفيره للمغرب وليس لحزب الاساره والمعاصره، اذ خصها تحترم هذا المغاربه في تعدد الاراء ديالهم والمواقف ديالهم بدون من يعني. هذا هو مأمن الحزب في جميع المحطات اللي تم انتهاك فيها الحريات الفرديه والجماعيه كان عندنا موقف واضح.